سعديه بدك سعديه بسم الله الرحمن الرحيم. سعديه قومي معي قومي لك. زينب زينب قومي ان شاء الله. شو بها سعديه؟ والله ما بعرف يا بنتي، بنيت انا وقعت من طول. انا معك علي معك ما صح صحت شوي الحمد لله. تعي قومي تعي جريها معي هون. تعي هذه هذه سعديه وقفتي لي قلبي من الراحه. ارتاحي شوي ارتاحي. الغسيل يبعت حمى للغسيل. المهم انت ان شاء الله ما على قلبك شر يا سعديه يا حبيبتي. حبيبتك مستحيل انا حبيبتك يا ماما. اي معلوم حبيبتي، في بيناتنا عشرة عمر ولك سعديه، بس لا تطمعي. يا الله يا الله قديش كنت مشتهية اسمع هالكلمة من زمان، قديش كنت مشتهية ارجع صير من اهل البيت مرة ثانية. من اهل البيت؟ لك انت صاحبة البيت لك سعدية. لك تخبريني ان شاء الله يسلم البيت وصحابه. الله يسلمك يا سعدية. قومي قومي ارتاحي بأوضتك شوي. معلش تقبريني هلا بعد شوي كمل الغسيلات فوت فرد مره على اوضتي. بتقلي غسيلات ومسيلات؟ لك يا اختي عم قلك انسي الغسيل وقيمي من بالك قومي ارتاحي. ولا قلي رح اقوم اعمل لك كاسه ليمونادخ. قولي علي انت تعمليها بايدك. هلا وقتك هلها لك حاجتك لك حمدي بقى، روح اتجوز لك شي وحده وانستير. هلا بخيطه بالاوضه. يا حمدي يا حبيبي العمر عم ياكلنا اكل، وانت اذا ما لحقت حالك بتروح عليك. ها دخيلك شتاوي ليش هلا في حدا ياخذني يعني؟ ايه لبت ولحيت يا ابن الحلال. ضروري حضرتك تطلع لفوق وتضربها بالعلالي، كل واحد بياخذ على قده. بعدين انوي حبيبي انوي وشوف شلون الله بيبعت لك. ومين قالك انا بدي اضرب على اللاوي؟ يعني مو ضروري تكون بنت 14. انا قلت بدي بنت 14 سنه. كلهم هيك بدهم. حمدي شو رايك تاخذ لك وحده عندها بيت وورثه؟ مشان الله اشتوي حاجه تتنقوز علي. الله وكيلك ما عم بتنقوز، انا قلبي عليك. طيب هي اللي عندها ورثه وبيت ليش بدها تاخذني؟ لانه ما في حدا ياخذها. هي لازم تكون يا ارمله يا مطلقه. شو عم تعاجزني معاجزه يعني؟ طيب انت جيب لي وحده ارمله او مطلقه وعندها بيت وشوف اذا بقول لا. مشي اتركها علي. الحمد لله الصوني بلشت تنزل بس ما رديت تشرب الشوربه. طب يا مو خلص هي بس تجوع بتطلب الاكل. ان شاء الله ان شاء الله تطلب تاكل وتتحسن بجاه النبي. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو البيت. رحاب يرضى عليكي، ما بدي اياكي تتحركي من هون لحتى تاخدي جواب. ها حاضر. انا سابقك على البيت عم بستنى منك جواب. ماشي. جاي اشرب عندك فنجان قهوه اذا ما في مانع. لا اهلا وسهلا تفضلي. شو صار معي؟ الله يسامحك على هالبهدله اللي جبت لي اياها. بهدله؟ انو بهدله؟ ليش هني ما بيعرفوا انت مرت مين؟ بلا قلت لها انا مرت مين وهي دريت انا مرت مين وفتحت علي. شو هاد يا عيب الشو؟ لسانها مثل السكاكين. لك لا خليت لا علي ولا عليك. لك الله وكيلك قلعتني من بيتها تقليه. قلعتك من بيتها بسيطة. لك تصوري لك سعدية تصوري لك حتى اشتاوي الكلب اللي بزمناته صياح ماسح فيه الأرض طمع فيني. لك العمى لك نسيوا مين أنا؟ لك أنا حسيبة بنته لصياح المسدي مرته للحش حمدان. يوم كل عين وقحة يبعت لي مرة من طرفه لحتى تخطبني لزلمته الكلب حمدي؟ ايه ما فشرت عينه؟ العمى على هالزمان شلون قلب؟ وينك يا صياح؟ وينك تجي تشوف بنتك حسيبة وين وصلت وشو صار فيها؟
شتاوي بيعرف منيح مين انتي، ومشان هيك بده ينتقم من اللي عمله فيه ابوكي. تقبريني يا ام عمر، ديري بالك منه. ايه بس هيك؟ ايه بس هذا هو كل التنظيم؟ ها ها، لا تخلوني افقد ثقتي بعقل النسوان. ها وشو بتقصد؟ لك هيك اصول التنظيم، انتو ما حتعرفوا حدا من التنظيم الا الاستاذ زياد. يعني ما عندكم ثقة فينا؟ ولك لا، مشان الامان، انتو ما بتعرفوا غير زياد، وهو ما بيعرف غيركم وواحد اعلى منه بالتنظيم، وهداك ما بيعرف غير زياد ومجموعته وواحد اعلى منه بتنظيمنا. مشان هيك اذا انكمش اي حدا من التنظيم، اذا بده يقر او يعترف عننا، ما بيعرف غير طرف السلسلة بس العناقيد، مستحيل حدا يعرفها. الله يسامحكم على هالطريقة. طيب انت؟ ما حدا بيعرف اني بالتنظيم غيركم، وانا واثق فيكم. يعني انت الرئيس؟ اعوذ بالله، الرئيس غير، الرئيس شغلة كبيرة كتير. ريتو نعيما تقبرني. الله ينعم عليك. شو هي القهوة؟ على راسي. سولت الاجواز يا سيدي احسن من اوضه الاجرة وقرص الباب وشوفه الصراصير. هلا الاجواز عندها اوضه اجرة وصراصير وباب. يا سيدي اذا كان فكر بشيء ثاني يعني ستره. خلينا نطلع نسترزي. يلا يا سيدي. طمنيني سعديه، ان شاء الله صرتي احسن. من الله بالخير. الف الحمد لله. اي ستي، احزري عرس مين كان امبارحه؟ عرس مين؟ عرس مريم. مين مريم؟ شو بنا سعديه؟ مريم ارملته لعبد الله اللي قتله الفرنساوي. واحزري مين تجوزت؟ هذا اللي بيضحك واللي بيبكي، أخذت حمدي اللي بيشتغل مع شتاوي بالشرطة. الله يهنيهم ببعضه. صلى يا حسيبة خان، صلى. ابن عمي تربينا سوا، كان يحنحن علي وحنحن علي، شوف الدنيا بعيونه، لمن يفرح افرح انا، ولمن يزعل تسود الدنيا بعيوني. وبيوم عرسنا جاني خبر قلبي وانكسر خاطري، ومن بعده ما عاد يعبي عيني الرجال.
صلقة. يلا بخاطرك رايح شوف هالعروس. عود عود تقل حالك. شو تقل حالي؟ ما حالنا عمدي. إذا ما بتقطع راس القط من ليلة الدخلة بتروح عليك طول العمر. ها شلون هاي؟ علمني. اسمع لقلك. شكراً عمي، إن شاء الله صحة وهنا. شو ها؟ أنا ما عندي نسوان يقعدوا معي على الصفرة. إيوة إيه تقبرني. إيه وين رايحة؟ رايحة أشوف الشاي. تركي للشاي. تركته للشاي. لك وين قعدتي؟ والله حيرتني، شو بدك يعني اعمل؟ بتضلك واقفة قدامي لحد ما اخلص اكلي، فهمانة؟ ولك فهمانة ليش عم تضربني؟ انا شو عملت لك؟ كمان عم تجاوبيني؟ ايه دخيلك دخيلك، والله ما شفتك ما عم جاوبك. الله يخليك. احترامي سيدي، وصل هذا الطرد اليوم من بيروت مع مراسل خاص. بيروت؟ فياض كاتب مقالات عن كتابي. ليش؟ ومين قال له يعمل هيك؟ روجيه، كل القصة إنه فياض حب يجاملك بإنه يروج للكتاب قبل نشره، وهذا شيء كتير مألوف عند دور النشر وعند أصدقاء المؤلفين. إيه بس المندوب السامي استدعاني من بيروت ومستاء كتير. وفياض من وين بده يعرف بمشاكل بينك وبين المندوبية؟ أنت قلت له يهتم بمتابعة نشر الكتاب وهو بالغ شوي باهتمامه. بعدين هي مكافأة لإلنا، مكافأة على تربيتنا لفياض. مين بيصدق إنه هذا الراعي اللي لقيناه بالقلعة صار يكتب بأهم الصحف الفارسية؟ أولاً هي مو أهم الصحف، ثانياً هي صحف يمينية متطرفة، يعني رح يفهموا إنه أنا آخذ موقف سياسي. أنا ما بتهمني الصحيفة ولا بتهمني مواقفة السياسية، بهمني إنه ابني فياض يلي ربيته وتعبت عليه عم يكتب مقالات بصحف فارسية مهمة. اسمع اسمع شو قاعد. ما بدي اسمع، حفظتها ومليت منها من كتر ما قريتها.